يوافق اليوم ذكرى اليوم العالمي للمرأة، والذي يعتبر رسالة لدراسة التقدم في تحقيق السيدات لإنجازات كبيرة وحصولهن على الكثير من حقوقهن، إضافة إلى الدعوة للتغيير المستمر والاحتفال بأعمال النساء في كل مكان، ممن تثبتن شجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في التاريخ. ونظمت وزارة الشباب والرياضة احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت شعار لمسة وفاء، شهدت تكريم عدد من السيدات بمختلف الأعمار على دورهم المجتمعي والأسري. كما أكد الدكتور أشرف صبحي على دعم الدولة المصرية للمرأة بكافة الطرق والسبل. نشاهد جزءا من هذه الاحتفالية ثم نعود لنبدأ حوار حول وضع المرأة المصرية بالتزامن مع اليوم العالمي. نلتقي اليوم في مناسبة عزيزة على قلوبنا، نلتقي في يوم العرفان بالجميل، نلتقي بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام. نلتقي اليوم في احتفالية الإدارة العامة لتدريب الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. المرأة المصرية واهتمامه الكبير بالمرأة المصرية اللي هي بتجسد مش بس نص المجتمع، أكتر من نص المجتمع في الحقيقة، وأيضا الفتاة المصرية. إذا إحنا بنقول لكم كلكم متشكرين جدا على كل حاجة قدمتوها وبتقدموها، واقفين جنب الوطن. بتبدأوا المنظومة المجتمعية وهي الأسرة في التربية وفي التنشئة وفي تحمل الكثير والكثير. وفي ظل ظروف استثنائية إثر مجابهة فيروس كورونا المستجد، بحثنا عن سيدات لعبن دورا حقيقيا وكن قدوة حسنة وجبا تسليط الضوء عليهن، سواء كانت هذه المرأة أما أو أختا أو زوجة أو معلمة أو دكتورة جامعية أو صديقة. وكما رأينا أيضا هي أم مصرية أصيلة ربت طبيبا ومهندسا وحملة لكتابه. نرحب عبر خدمة سكايب بالأستاذة شيماء البنا الناشطة النسوية. أستاذة شيماء، برحب بيك وكل سنة وانت طيبة. شكرا يا تامر، وشكرا للاستضافة، وأهلا بيك وبمشاهدينك. أنا بس حابة أقول أنه كل سنة وكل ست طيبة في عالمنا العربي وفي العالم كله، كل الستات اللي بتناضل عشان حقوقهم وحقوق الآخرين وللوصول بالعالم وبالمجتمعات للعدل وللمساواة. كل سنة وهم كلهم طيبين. طيب خلينا نسأل سؤال كده ممكن يكون صعب شوية. احنا دلوقتي في 2021 في يوم المرأة العالمي، لو رجعنا ورا شوية ورجعنا ل 2011 مثلا في نفس اليوم يوم المرأة العالمي، احنا كل سنة بنقعد نتكلم نحيي الذكرى ونقول ايه مشاكل المرأة المصرية وتتحل ازاي، هل نقدر نقول انه خلال مثلا 10 سنين اللي فاتوا المشاكل النهاردة أقل من المشاكل 10 سنين؟ التحديات النهاردة اختلفت، في مشاكل تم حلها؟ هي التحديات اختلفت بالطبع، ولكن ده مش معناه إنه في مشاكل تم حلها. إحنا بنشوف إنه المشاكل تمت أو بقت موجودة على قطاعات مختلفة. يعني مثلا بما أنه 2020 عام كان عام الجائحة وكان عام يعني قاسي على كل العالم، فمن منظور تاني بنبص على معاناة النساء في خلال الجائحة. خاصة في مصر احنا عندنا 91% من طاقم التمريض في المستشفيات العامة من النساء، وحوالي 40% من طاقم التمريض في المستشفيات الخاصة من النساء برضو، ده بالإضافة ل 40% من الأطباء. فالناس القطاع الطبي في مصر خلال الجائحة اتعرض لضغط قوي جدا، اتعرض للخطورة، وكانوا على يعني أول صفوف مواجهة الفيروس، ومع ذلك الإجراءات اللي تمت لحماية السيدات دول ما كانتش كفاية. احنا من 2011 لحد النهاردة بنعاني من مشكلة التحرش في مصر، ويمكن آخر حادثة حصلت كانت
يعني او اكثر حديثه كان ليها صدى مؤخرا كانت الطبيب في الميكروباص في الشرقيه اللي قام بفعل فاضح في الطريق العام يعني او في الميكروباص، وتم تصويره فيديو والقضيه اتحالت للمحكمه. وبعد شهرين من الحبس الاحتياطي الطبيب اتحكم عليه بعام مع ايقاف التنفيذ لمده 3 سنوات. فده معناه ان المحكمه او القاضي وجدوا ان هو كان مدان، ولكن طبقا لحيثيات الحكم القاضي كان شايف انه يكتفي بما لقاه المتهم من الحبس الاحتياطي، وانه الهدف من العقوبه هو الردع وليس الانتقام. الحبس الاحتياطي ده اللي هو شهر ونص يعني. بالظبط، احنا عندنا ناس بقى 4 سنين محبوسه احتياطيا اصلا من غير تهم. بالظبط، انت عندك 554 حاله انتهاك موثقه في مصر خلال عام 2020 تجاه السيدات. حالات الانتهاكات دي بتنقسم للتعذيب، الاختفاء القسري، الحرمان من الحريه التعسفي، سوء اوضاع الاحتجاز. الارقام دي موثقه طبقا للتقارير الاخيره لمنظمه كوميتي فور جاستس ولمنظمات المجتمع المدني. فليه ما بنشوفش النوع ده من الردع والاكتفاء بالحبس الاحتياطي في الاواضي او في اواضي المعتقلات السياسيات او في اواضي حريه الراي والتعبير او في اواضي الصحفيات اللي موجودين النهارده؟ صحيح. في السجن عندنا سلافه مجدي وزوجها موجودين وابنهم موجود بره بقاله سنه ونص وما فيش اي مبرر للحبس الاحتياطي، ورغم كده مكمل. فاحيانا بيكون الحنيه يعني في اماكن غير موضعها يعني. بالظبط، حتى ده بالمخالفه للقانون، لانه القانون بيقول انه لو الوالدين موجودين في الحبس ومحكوم عليهم صحيح. بيتم توقيف تنفيذ الحكم عن احد الوالدين للاهتمام بشؤون الاطفال، فدول ناس تحت الحبس الاحتياطي حتى لسه مش مرحله ان اتحكم عليهم او مدانين يعني. طيب يعني لكن في بعض التقدم برضو في بعض الملفات على الأقل حقوقيا، يعني يمكن قضايا المرأة الفترة ديت وقضايا التحرش بقى في وعي أكبر بيها، قضايا الاغتصاب زي جريمة فيرمونت، بصرف النظر طبعا في تفاصيل والقبض على الشهود وغيره، لكن برضو تبقى معركة خاضتها الحركة النسوية وخاضتها منظمات حقوق المرأة وكل منظمات المجتمع المدني. فالحقيقة برضو لا نغفل أن في بعض كثير من النضال يحدث على هذا المستوى أدى بالفعل للنتائج في بعض الحالات. في نضال كبير طبعا من المجتمع النسوي في مصر مؤخرا، وبقى في تنظيم على مستوى اكبر كمان وعلى مستوى عالمي من حركه حقوق ودعم حقوق النساء في مصر. ده شيء لا يمكن اغفاله، لكن على الصعيد الاخر بنشوف كمان القوانين الجديده اللي بتنصها الدوله. بنشوف مشروع القانون الاخير قدام البرلمان اللي بينتقص من حقوق المراه اللي كانت بتحارب ليها من اواخر القرن الفات، من اواخر القرن ال19. المرأة بتحاول تحصل على حضانة ابنها، النهاردة بنشوف قانون قدام البرلمان بيناقش الحد من الحصانة دي، انه الام ما يكونش ليها ولاية قانونية، ولاية مالية، ولاية تعليمية حتى، ولا حتى ولاية تعليمية، بس الجد لمجرد انه ذكر بيكون ليه الولاية دي. طب مين المسؤول او يعني ازاي تتحرك القضايا دي؟ انت في النهاية معروف الوضع السياسي، في النهاية معروف الوضع حتى في الشارع وثقافة المجتمع وكل الكلام ده. لما احب اغير وضع بالصعوبه دي في مناخ بالصعوبه دي، المفروض اعمل ايه؟ او المفروض بداياتي واولوياتي تكون ايه؟ ما هو وضع النساء في مصر هو جزء لا يتجزا من الوضع الحقوقي في مصر. حقوق النساء هي جزء من حقوق الانسان بشكل عام. فمنظمات المجتمع المدني بكل التضييق اللي بيتم عليها بيكون صعب انها تشتغل في مساحه امنه، سواء لخدمه النساء او لخدمه الحقوق والحريات بشكل عام. فهم بيحاولوا، لكن بنحتاج مساعده من الدوله. مجلس القومي لحقوق المراه اوقات كتير بيكون داعم، واوقات زي ما ذكرنا في قضيه الفيرمنت ما كانش داعم ابدا للشهود واتقبض عليهم بسبب ان هم وثقوا في المجلس القومي لحقوق المراه وراحوا بلغوا. بنشوف انه النهارده خرج ايميل من المجلس القومي لحقوق المراه للعاملين فيه بيمنعهم من التعليق على مسوده القانون اللي موجوده قدام البرلمان. فالمنظمات المجتمع المدني بتحاول، ولكن الدولة عليها دور كبير في أنها تتبنى قضية النساء في مصر، تتبنى أواضي مهمة زي التحرش، زي الختان، تشويه الأعضاء التناسلية يعني وما إلى آخره، عشان نقدر نغير القوانين ونضمن حتى أن القوانين لما تتغير نضمن أنها بتتنفذ بشكل رادع. بس يمكن في كتير، أنت أشرت لقضية الختان أو تشويه الأعضاء التناسلية، وفي
لا دي من الملفات اللي حصل فيها التطور، بقى في تشريعات واضحة بتمنع، بقى في ملاحقات لأطباء والأسر بيعملوا ده، ده ما كانش موجود يمكن من 10 15 سنة، فبالتالي أعتقد ده من الملفات اللي نجحت أو نجح الضغط اللي عملته المنظمات النسوية والمجتمع المدني بشكل عام إنه يتم أو يتم تحريكه إلى الأمام. ده حقيقي. يعني يمكن أكبر تغير ملحوظ مؤخرا كان في قضية تشويه الأعضاء التناسلية، وفي الخط اللي عملته الحكومة لدعم الناجيات أو لأي حد حابب إن هو يشتكي، ومؤخرا فعلا في خلال 2020 صدر القانون اللي بيحمي حقوق وسرية البيانات وسرية صحيح الشاكيات، وده كان قانون مهم جدا جدا وساعد سيدات كتير إن هم يتقدموا ببلاغات للنائب العام. وحتى مؤخرا بنشوف ان النائب العام افرد مكتب خاص لشكاوى التحرش الالكتروني، وبيتابع بالفعل كل الاواضي اللي بتظهر على السوشيال ميديا كترند او ما الى ذلك يعني، وبيتم النظر فيها في مكتب خاص في مكتب النائب العام. تتمني ايه القضية اللي يتم تحريكها لقدام بقى في الفترة الجاية على غرار قضية الختان؟ يعني يمكن قضايا المرأة كثيرة ومتنوعة، لكن بالطبع في بعض القضايا وبعض الملفات أكثر إلحاحا يعني من قضايا أخرى. تعتقدي إيه الترتيب أو إيه أكثر قضيتين مثلا محتاجين نشتغل فيهم دلوقتي؟ هو بجانب قضايا حرية التعبير والصحفيات والمعتقلات، فقضية التحرش الجنسي من أهم القضايا اللي يجب التركيز عليها حاليا في مصر. مصر القاهرة كمدينة كانت في 2017 من أخطر المدن الكبرى على النساء في العالم، وده رقم المفروض يعني ده تصنيف المفروض انه يرعب الدوله بشكل كبير، لانه بيأثر على السياحه وبيأثر على امان السيدات اللي موجودين في الشارع. فمهم جدا وجود قوانين رادعه، ومهم انه القوانين تتنفذ، لانه قضيه التحرش بقت على مستوى فج في المجتمع المصري، وبقت بتطال الاطفال والكبار، وبنشوف حالات بيتم التحرش فيها باطفال عندهم سنتين، يعني مما ينفي تماما ان الموضوع ليه اي علاقه بالمراه ولبسها وتصرفاتها الى اخره يعني. بشكرك شكرا جزيلا شيماء البنا الناشطة النسوية، كنت معنا عبر سكايب من ستوكهولم، شكرا جزيلا. وقبل أن نختتم حلقة اليوم نترككم، ربما شيماء أثارت هذه النقطة في مداخلتها، قانون الأحوال الشخصية أو مسودة القانون المطروحة حاليا والتي أثارت كثير من الجدل، كاميرا بتوقيت مصر نزلت إلى الشارع استطلعت رأي المواطنين في هذه القضية. نترككم مع ما قالوا ونراكم غدا في حلقة جديدة، دمتم بخير. دلوقتي القانون في المادة السابعة بتاعته حدد في مشاكل كتيرة بصراحة كانت فيه. أول حاجة إن هو مثلا اعتمد المذهب الحنيف المذهب الأوحد، طب دي هتعمل مشكلة شرعية كبيرة جدا، إن هو مضطر إن كده الولي بتاعها لازم يبقى معاها في كل تصرف من تصرفاتها. طب هي عايزة تسافر شغلها، واحدة بتشتغل في منصب مهم أو حاجة، هتستنى إنها تاخد بقى الإذن من فلان أو مش عارف إيه أو كده، ده الواقع هيتعرض مع حاجات كتير جدا. وبعدين الواقع نفس الوقت بيقول ان احنا مسلمين ومسيحيين، مش مسلمين بس، في مسلمين ومسيحيين وممكن يبقى في غير المسيحيين، فالمفروض الناس دي في الحوار،